اللي عنده تذكره غادي يدخل لمدينه الرباط، اللي ما عندوش تذكره ما غاديش يدخل لمدينه الرباط. اذا غادي يكونوا لي بارير ديال البراجات ديال رجال الامن باش يضبطوا هذه العمليه باش ما يكونش اكتظاظ على مدينه. اذا اللي ما عندوش تذكره بلا ما يقول مشي ونحاول وهذا، فالامور كانت جد صارمه في مدينه طنجه. اللي عنده تذكره راه هو اللي دخل في طنجه، اللي ما عندوش تذكره راه ما دخلش، رغم بانه افتتاح وهذا، لان هذه المسابقه تنظمها الاتحاد الدولي. الابواب كل هذه المركب عبد الله تكون مراقبه من طرف نازل الاتحاد الدولي من جنسيات مختلفه باش يديروا تقارير على التنظيم وكيف كانت الامور. رجال الامن الامور دائما تاخذوها بجديه، وهذا عرس كبير. اللي عنده تذكره يمشي، اللي ما عندوش تذكره يجلس في الدار ويشجع، وراه مقبول منه، مقبوله منه التشجيع في الدار. يعني ماشي فقط في الدار، يعني تكون واحد اللم ديال الاصدقاء، ويكون واحد اللي ما عندوش ورقه وغايقولها مشي. لا راه انطونتي لا شونس ديالي في التيران، هذاكش حاضر في مدينه طنجه، راه ما كاين حتى شي واحد اللي دخل بلا تذكره. اليوم اخرى ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.